اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غنعملوا واحد استراحه في ديك الملف ديال الحقائق المزعجه ونتكلموا على واحد جوج او ثلاثه الملفات مهمين. انا ما كنتش باغي ندخل راسي في هذا الشيء، ولكن دائما هذا الشيء كيوقع، دائما كيجيو شي وحدين كيلصقوني في هذا الملف. انا كنعمل التدوينه، كنعمل تويت، كنخرجو، كنولي المخابرات المغربية شدوا لي ديك التويت ديالي وشدوا ديك التدوينة ديالي ودخلوني في شي ملفات ما كنبغيش انا قلت لكم ندخل فيها. ولا انا عندي حاجة اخرى، انا ماشي غير حاضي انا هادشي اللي كيتقال هنا ولا كيعمل هنا ولا هذا، ولكن كيعطوني واحد الفرصة وانا كنشكرهم باش نتكلم على واحد جوج ثلاثة الملفات بحال قلت لكم مهمة. دابا هما اخبار اليوم، حنا كنتكلموا على هاد جوج او ثلاثه ديال الملفات، هما جوج ولكن انا غنزيدكم واحد ثالث. اليوم غنتكلموا على زكريا مومني. ما انتم عرفتوا شكون هو زكريا مومني، ما محتاجش نعاود لكم القصه ديالو بالتفاصيل. واش زكريا مومني نصاب بحال اللي كيقولوا شي وحدين؟ واش زكريا مومني ما تعذبش؟ ما عذبوهش المخابرات المغربية، هو كيتهم الحموشي، كيتهم الكاتب الخاص ديال الملك محمد منير المجيدي. واش زكريا مومني تعذب ولا ما تعذبش؟ هذا هو السؤال. ملي شفت واحد الفيديو اللي خرج، ديك الفيديو الشهير ديال زكريا مومني، شفت واحد السيد وعقلتو. هو في ديك الفيديو مع زكريا مومني ومع الزوجة نتاعو، هو السي عبد الحميد شنوي، كيعيطوا له حامد شنوي، شنوي ولا شنوي. هو دابا عميل ديال صاحب الجلالة في خيبكا، وكان قبل كان هو المدير العام ديال الاستعلامات العامة اللي كنسميو حنا بالفرنسوية لي ار جي، لي رونسينيمون جينيرو، هما ديك المخابرات الصغيرة في المغرب. سي شنوي كان ولي الامن فين؟ في تطوان. دونك انا ملي شفتو عقلتو، ملي شفت ديك الشيء اللي وقع له مع زكريا مومني عقلتو، مشيت تقلبت في ديك لي زاجندا ديالي وديك لي زانوتاسيون ديالي وديك الكتابات ديالي اللي كنت كنعمل في ديك الوقت ولقيتو. والملف اخر هو ديال الشهيرة دابا اللي ولات دابا هي العدوة الأولى في المغرب، وهي السيدة دنيا الفيلالي والزوج ديالها عدنان. واش دنيا الفيلالي حتى هي عاود نصابة؟ كنشوف ديما هاد الناس اللي عندهم المشاكل مع النظام ديما كيوليو نصابة ولا مغتصبين ولا فهمتيني، ديما كيلقاو لهم شي حاجة كيجيبوها كيحطوها لهم تما. انا كيبان لي من ديك الصحافيين القلال اللي عارفين شكون هو زكريا مومني، باش كنا تبعتهم 2010 اللي بدا المشكل ديالو، هو انا وشي وحدين اخرين بالحق. انا تبعت الدوسي ديال زكريا مومني من 2010، الدوسي ديالها ديال مونيا الفيلالي انا كنعرفو، وديال الزوج ديالها عدنان الفيلالي كنعرفو. علاش؟ باسكو ملي بدا هاد المشكله ديالها مع النظام المغربي، مع النظام المغربي، مع المخابرات المغربية، انا تبعت، بديت كنتبع ديك الفيديوهات ديالها. انا ما كنشوفش كلشي، كنشوف الحاجه اللي كتهمني. انا زكريا مومني ودنيا الفيلالي ما كنعتبرهمش اصدقاء، هما انا عندي عليا انا كنعتبرهم مواضيع، وهادو كيعرفوهم الصحفيين المهنيين، المواضيع اللي كنخدموا فيهم هما دائما بس غير هما، كلشي ديما كيبغيو يخبعوا عليك شي حاجه. هما كيشوفوا المصالح ديالهم، هو كيقول لك لا حنا غادي نشوفوا مع هاد السيد هذا الصحفي غادي يكتب علينا بحق ما غادي نقولوا له كلشي. لا كيشوفوا كيحدوا على المصالح ديالهم. وكان عندي واحد الخدمه اخرى هي كنمشي كنشوف من جهه اخرى، شكون هو زكريا مومني، شكون هي الدنيا الفيلالي، واش هادشي اللي كيقولوا عليهم صحيح ولا ماشي صحيح. هذه هي الخدمه ديال الصحافه، ماشي كيجيو كيعطوني كيقولوا لي لا كتب هادشي اللي كاين. لا انا كنعمل واحد الخدمه اللي هي مهمه،
اما هما المواضيع كاملين 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 نقول لكم انا بكل صراحه ديما كيبغيو يتلعبوا بك، ماشي كيبغيو يتلعبوا بك، كيبغيو يخبعوا لك شي حوايج، ما كيبغيوش يقول لك كل شيء، كيشوفوا المصالح ديالهم، كيبغيو يبينوا راسهم هما زوينين هما عظيمين هما هما كل شيء، ولا انت باش يعاود انت باش يغندي، فهمتي غندي اللي ما عندك ما تقول عليه، لا عندك بزاف د الحوايج ما تقول على غندي بحق ماشي ماشي ديك الحاجه الخايبه، فهمتي ايوا هادي باش كنقول لكم باننا كنعمل واحد الخدمه اللي ما كنتيقش انا بالمواضيع ديالي، عمري ما كنتيق انا بشي موضوع، عمري اللي كنهضر مع شي واحد كيقول لي هو اللي بغى كيعطيني ديك الوثائق ولا عنده ديك الحجاج اللي بغى، وانا كنعمل واحد الخدمه اخرى، هادشي كنقول لكم باش تعلموا نتوما الفرق بين حنا الصحفيين المهنيين اللي ما عندنا حنا حتى شي ربح في هادشي، هذا ما عندنا حتى شي ربح، او كونترير احنا نهار اللي كنكتبوا على زكريا مؤمني ولا كنكتبوا على دنيا الفيله اللي كيجوا علينا كيجوا علينا وكيوخطونا حتى شي حوايج، وهذه مهمه بزاف، علاش دابا كاين واحد الملف اللي ما كنتش انا غادي نتكلم عليه ودابا غنتكلم عليه، هي معاهده الساميه، علاش دابا عملوا واحد مونطا واحد الدوسي ضد دنيا الفيلالي والزوج نتاعها عدن الفيلالي باش ما يعطيهمش الجزء السياسي في 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 فرنسا، وكاين واحد كاين واحد القضيه حساسه في فرنسا هي معاهده الساميه، شو ما عندهم واحد التاريخ ديالهم شي زوين، هو احنا غادي نتكلموا عليه دابا واحد شويه، دونك قالوا هاد عدن الفيلالي والزوجة نتاعو ها اللي قالوا على اليهود هذا هذا هذا، ويقولوا اللي بغاو ودخلوني حتى انا بهادشي كيدخلوني بحال هادشي، وزعما غادي يجيو يخلعوني انا، غادي يخلعوني بديك الشيء ها المربط معاهد السامية، انت غتشوف واش المربط شنو هو معاهد السامية وشكون هو معاهد السامية في المغرب، فهمتي حنا غنتكلموا على هاد الملف هذا، دونك بغيت نقول واحد القضية باش ما نمشوش بعيد باش ما نتعطلوش، ديك الناس اللي كيتسيقوا في برلمان والدار و 360 وديك هيسبريس وديك المواقع الصفراء اللي كتعرفوها نتوما كاملين، ولا نتوما كتثقوا بهم، نتوما كتثقوا بهم احبس ما تبانيش، احبس احبس احبس، علاش انا كنقول لكم واحد الحاجه مهمه، ولا كتثقوا نتوما ببرلمان بالدار بهيسبريس ديك 360 احبس اخويا ما تشوف ليش الفيديو ديالي، ما غاديش تثق بيا، ولا انت كتثق بهادو اللي ما كيجيبوكم حتى شي حجه، كيجيبو غير الكذوب، كيعملوا غير ديك المانيبيولاسيون، يا خويا الله يهنيك، انا كنقول لكم هاد الناس هادو اللي كتثقوا نتوما بهاد الدار وهاد البرلمان وهاد 360 وهاد هيسبريس ودابا زيد عليها حتى ديك العمق، ولا نتوما كتثقوا بهم غدا بعدو يمونطيو عاود عليكم شي دوسي ويتلعبوا بكم، وما تجيوش ديك الساعه تبكيو، ديك الساعه ما تجيوش تقولوا لا 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 هادشي هادشي اللي كيقولوا هاد الناس هذا كذوب، ولا كيقولوا هاد الناس دابا الحقيقه هو كيقولوا الحقيقه دائما، ولا كيكذبوا كيكذبوا دائما، دابا غنبداو بزكريا مومني، كيبان ليا زكريا مومني عنده واحد عندو كده اللي شي 70,000 ديال المتتبعين ياك في يوتيوب، باش يبان حاجه فيا باش نجي ندافع عليه، عندو 70,000 انا عندي غير شي 24,000 ولا شي 25,000، عندو هو ثلاثة د المرات داكشي اللي عندي انا، حقا انا الدوسي ديال زكريا موني كنعرفو مزيان، هادي 11 سنة وانا متبع قضية ديال زكريا موني، ماشي من البارح ماشي من هادي 4 سنين، لا لا لا، ملي بدا المشكل ديال زكريا مومني في 2010، القضية ديال زكريا مومني سهلة ماشي صعيبة، زكريا مومني كان شامبيون ديال العالم ديال البوكس تاي، وكان في ديك الوقت كدا اللي باقي حتى دابا، الحسن تاني كان قرر في ديك الوقت المغاربة اللي ربحوا في شي شامبيون دولي عندهم الحق يكون عندهم شي منصب ديال المستشار في وزارة الشباب والرياضة، زكريا مومني جا قال انا زعما من حقي يكون عندي هذا المنصب، زكريا مومني مشى لتحت السرجم ديال واحد القصر ديال القصر الملكي بيتس
في مدينة بيت ديال الملك في فرنسا، وطلب هذا الحق. طلب حق، قال لهم انا بغيت حقي، علاش ما عطيتونيش حقي؟ وكنا في دولة بحال كيقول لك هذاك بلاد الحق والقانون، هادشي وقع في فرنسا. عيطوا للبوليس ولا عيطوا اللي بغيتوا، قالوا له هذا السيد هذا كيجي كيضايق عليا، انا كنجي كندوز انا الملك المغرب، جي كندوز انا عطله هنا في بيت، وهذا السيد جا كيهوت عليا انا، ما فهمتش البوليس، وانا كي غادي كنت واحد الحراسه ماشي غير ديال المغرب، الحراسه ديال فرنسا، يمشي يعيطوا له يديو الكوميساريا ولا ملي كان حنا ماشي عايشين واحد بلاد الحق والقانون بحال كيقول ديك البوليسي هذا. شوف شوف دابا البوليس ولاو دابا كيقولوا لنا المغرب بلاد الحق والقانون، شوف 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 فين وصلنا دابا. بعدا كانوا بعدا غيسكتوا، يسكتوا بوليس، غيسكتوا يسكتوا، ما يقولوش، يقول لك بلاد الحق والقانون المغرب، بلاد الحق والقانون. نعم، هذا السيد هذا دخل، وحنا دخل المغرب، هما قبطوا عليه، قبطوا عليه في في في, في الحدود، قبطوا عليه في الحدود، شدوه وغبروه. هو علم العائله ديالو، قال لهم انا هنا في هذا المطار وغبر و تبعوا معايا مزيان. في 2010 مع محمد السادس كملك البلاد، ياك ملي مشات الزوجه ديالو فرنسا والعائله ديالو بداو كيسولوا البوليس ديال المغرب، البوليس ديال الحدود، قالوا لهم حنا ما عرفناش بوليس الحدود المغربيه، قال لك هما ما عارفينش فين هو زكريا مؤمني. واش نوقع السيد مزوج مع واحد فرنسيه، شنو عملت الزوجه ديالو؟ مشات شافت الفرنسيس، اش هو جا من فرنسا واحد المطار فرنسي، وسولتهم قالت لهم البوليس المغرب كيقول لك زكريا مؤمني مع عمرو جا المغرب، تبع معايا. الفرنسيس قال لا لا، حنا عندنا هنا الحجه كتقول هذا السيد زكريا مؤمني شد الطياره نهار فلان فلاني وكان في ديك الطياره، وعملوا بيان. قال لك لا لا، حنا ما عندنا حتى شي علاقه مع هذا الشيء هذا، الوغ كو البوليس ديال المغرب، البوليس ديال هاد البلاد الحق والقانون اللي كيقول لي ديك البوليسي، ديك البوليسي عرفتوه انتم شكون هو، كيقول لك لا المغرب بلاد الحق، كتقول البوليس المغرب كيقول زكريا مؤمني ما عمرو وصل المغرب، ما عمروش المغرب. وصل ما فين دخل واحد المحامي اللي كيبان لي محترم، ما كاينش شي واحد يجي يقدر يقول لي النقيب عبد الرحيم الجمعي باش راجل محترم، مشى كيقلب على السيد. السيد دوز 4 أيام و3 ديال الليالي في ديك المحفر ديال التماره، هما كيقولوا حنا ما عارفينش حنا فين هو زكريا مؤمني، وكانوا غادي يغبروه، كانوا غادي يغبروه. علاش؟ على السيد مشى كيطلب واحد الحق ديالو فرنسا باش في المغرب، او لا كان في المغرب غادي غتعمل له واحد الموتيف وغتعمل له هذا، وقلت لا 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 فرنسا. السيد مشى كيغوت قدام القصر الملكي ديال بيتس فرنسا، ياك، وهاد الناس شدوه في المغرب. اشوف دونك ملي شافو هما الاستاذ عبد الرحيم الجمعي دخل في هذا الملف كيقلب على السيد زكريا مؤمني، وخصهم يلقاو شي حل. اما هما كانوا غادي يغبروه، كانوا غادي يقتلوه. انا كنقول لكم البوليس ديال الحدود المغرب قال لك هاد زكريا مؤمني ما عمرو وصل للمغرب. اسما فين عيط لي واحد السيد قال لي الله يخليك تبع هاد الملف، اسما فين دخلت انا باش شنو وقع؟ حنا عايشين في بلاد الحق والقانون، كيفاش غادي يخبروا واحد السيد؟ كيفاش البوليس ديال الحدود غادي يجيو يقولوا هاد السيد هذا المواطن المغربي ما عمرو دخل المغرب؟ اشنو كانوا كيوجدوا لهاد السيد؟ شنو؟ انا كنتسائل. حتى فرنسا قالت لهم لا لا لا، هاد السيد هذا خرج وصال المغرب. السيد دوز قلت لكم انا 4 أيام و3 ديال الليالي في ديك الحبس السري اللي عندهم في التمارة، والسيد كيعذبوه. وهما ملي شافوا الاستاذ الجامعي كيقلب على زكريا مؤمني، ملي شافوا الزوجه نتاعو فرنسا كتقول اللهم هذا منكر فين هو زكريا مؤمني،
خصهم يلقاو شي حل، ما خصهم يقولوا شي حاجه. شنو انا كنقول لكم، السيد 4 ايام وثلاثه ديال الليالي والسيد مغبر مشى. هادي انا تبعتها هذه القضيه، هذه تبعتها. فين هو زكريا موني؟ هما خصهم يلقاو شي حل. شنو هو الحل؟ الحل هو هذا السيد هذا غادي نلصقوا له واحد التهمه ما عندها حتى شي علاقه بديك السيد ديال بيتس، ديال القصر الملكي في بيتس فرنسا. هما شنو عملوا؟ جا البوليس المغربي، بوليس ديال بلاد الحق والقانون، قال لك حنا خصنا نلقاو شي حل. الحل شنو هما؟ مشاو قال لك جاب واحد جوج الناس، تبعوا معايا جوج الناس، ها هو جوج الناس هادو. زكريا المؤمني نصب عليهم، واخا ممكن اوكي يكون زكريا المؤمني نصب عليهم، ولكن نهار اللي داو زكريا المؤمني باش يحاكموه، الابواب ديال القاعه اللي حاكمين فيها مخلوقه. كنسميو هذا ويكلو. علاش المحكمه غادي تقرر تغلق واحد الابواب ديال واحد القاعه كيتحكم فيها واحد السيد اللي كتقول نتوما نصاب؟ القضاء اللي حكم على زكريا مؤمني ما كانش عنده التوني ديالو، ما كانش عنده ديك الشيء ديال ديك القفطان اللي كيعملوا ديك الخضار ولا ما كيفاش عمل، ما كانش. السيد دواه عند واحد القاضي مينوطي، وحنا كنعرفوا اللي كتوصل له، بغيت القاضي خصهم يحيدوا لك ديك المينوط ولا لا؟ السيد مينوطي. وحاجه اخرى ديال هاد بلاد الحق والقانون، هاد السي زكريا المؤمني ما كانش معاه محامي، ما كانش عنده محامي. اشنو هي المعنى؟ هاد السيد هذا نصاب، وفين هاد الناس هادو المشتكين هادو؟ فين هما؟ الاستاذ عبد الرحيم الجامعي كتب الزوجة ديال زكريا المؤمني، قال لنا النهار اللي مشيت شفت الزوج نتاعك لقيت اثار ديال التعذيب. هادشي مكتوب. قال لك اكثر، قال لا المحضر اللي تصاوب، هادشي مكتوب. قال المحضر اللي تصاوب ضد الزوج تاعك مزور، ماشي مزور، فوق. وحاجه اخرى، قال احنا ما عرفناش فين هما المشتكين، المشتكين ما عرفناش منو، مشينا قلبنا عليهم ما لقيناهمش، المشتكين ما لقيناهمش، ما عرفناش فين هما، العناوين اللي عطاو مزوره حتى هي. تجي انت تقول لي زكريا المؤمني نصاب، فين نصاب؟ هادشي مكتوب. الاستاذ الجامعي كيقول المحضر مزيف، الاستاذ الجامعي كيقول هاد الناس هادو هاد المشتكين ما عرفناش فين هما. ملي داز في محكمه الاستئناف الاستاذ الجامعي قالها وعاودها، فين هما المشتكين؟ فين هما المشتكين اللي كيتهموا زكريا المؤمني؟ ما كاينينش، انا كمواطن مغربي نهار اللي كنشوف هادشي، نهار اللي كنشوف كيفاش صاوبوا الدوسي ديال توفيق بوعشرين، كيفاش مونطاو الدوسي ديال سليمان الغيسوني، كيفاش مونطاو الدوسي ديال سميتو ديال عمر غادي، كيفاش مونطاو الدواسة ديال الناس ديال الحراك ديال الغيف. انا هادشي كيخلع. فين هما المشتكين؟ فين هما؟ انا عندي السميات ديالهم، ها هما بجوج بهم، واحد سميتو دريس السعدي والاخر سميتو مصطفى واشكات. الناس ديال هاد بلاد الحق والقانون، فين هو دريس السعدي وفين هو مصطفى واشكات؟ فين هما الناس ديال هادو اللي كيدخلوا علينا بديك بلاد الحق والقانون؟ فين هو دريس السعدي؟ فين هو مصطفى واشكات؟ علاش ما بعثتوش ديك الصحافه ديالكم تصوروهم باش يقولوا لا زكريا المؤمني نصب علينا؟ فين هما؟ هادشي في 2010 كان باقي ما عندكم ديك لا تكنيك اللي كتمشيو كتجيبوا الناس وكتعملوا لهم الفخ هنا، ولا كتهموهم، ولا كتقول لهم غنعملوا لكم، اجيو شهدوا ضد هاد السيد ولا هذا ولا هاد الصحافي ولا هاد الناس ديال الحراك ديال الغيف.
انا بعدا شخصيا ما يجيش شي واحد يبقى يدخل عليا بديك حسب الفصل رقم فلان فلاني. انا في 2018 السيد اللي دابا الرئيس الاول ديال محكمه النقد في المغرب سي محمد عبد النبوي قال واحد استجواب دوزو في مجله لوبسيرفاتور ديال حنا عرفناها ديال احمد الشرعي ديال لاتجيد قال فيها انتهى عهد المكالمات الهاتفيه. في 2018 في المغرب الرئيس الحالي دابا الرئيس الاول الحالي ديال محكمه النقد في المغرب السي محمد عبد النبوي كيقول انتهى العهد ديال المكالمات الهاتفيه. كيعيطوا الناس كيعيطوا القضاء كيقول الحكم على هذا عام صوب هذا 3 سنين هذا هادشي اللي قال السي عبد النبوي. وهي السي عبد النبوي انا نهار اللي حكموا عليا في 2003 كانت ديك المكالمات الهاتفيه. ها نهار اللي حكموا عليا في 2005 كانت ديك المحاكمات الهاتفيه وهادشي كان قبل 2018. انت قلتي هادشي تقاضى في 2018 وهي ديك المحاكمات اللي كانت ضد دومان لو جورنال الصحيفه ضدي انا ضد ابو بكر جمعي وضد الباقي ديال الزملاء وهي كانت مكالمات هاتفيه. وهادشي قال الرئيس الاول الحالي دابا ديال محكمه النقد بغيت الحق القانون. وانا قلت لكم ديك المره هذاك علاه ما كتفلاو نتوما اش كتضحكوا علينا شنو ها هو شوف ولا نتوما كتعتبروا الناس اخرين حواله سوقكم ولكن انا ماشي حولي انا كنخمم انا كنشوف لوبسيرفاتور دي ماروك هو السيد عبد النبوي كيقول لك انتهى عهد المكالمات الهاتفيه شنو هي. ايه انا عارف تقولوا لي الفيديو اللي شفنا دابا احنا غنوصلوا دابا احنا جايين الصبر. ملي خرج زكريا ممني من الحبس جا عنده واحد السيد سميتو عادل بلقايد تاخذ معاه كيقول له شوف خصك تتفاهم مع النظام خصكتو هاد عادل بلقايد السميه ديالو حتى هي خرجت في ديك الوثائق السريه ديال كريسكوني. واللي مهم بزاف هو هاد عادل بلقايد ما كيقولش ديك الوثائق السريه ديال كريسكوني اللي فيه هو عرفتي التاريخ ديالو بزاف معاود ما كيقولش مزور. عادل بلقايد دابا خرج كيعمل واحد الاستجواب كيتكلم مع واحد الموقع عنده علاقه مع النظام المغربي كيتعاطف مع النظام المغربي مزيان ما عندي انا ما نقول له حتى في هذا الشيء. هذا كيقول ديك الوثائق اللي خرجوا في كريس كوليمان ماشي مزوره يقول لك لا هذا الشيء صح انا كنبغي البلاد ديالي بغيت نعاون البلاد ديالي. المهم دونك ديك الوثائق ماشي مزوره سي عادل بلقايد ياك هاد عادي بلقايد كيقول هاد الوثائق هادو وكيقول هاد المكالمات ديالي وهاد الرسالات ديالي بيني وبين هاد الناس شكون هما هذيك لاتجيد هما المخابرات المغربيه كيقول هادشي انا كنشرحو على انا الحب عندي واحد الحب للمغرب دا حما كيقولش مزور كيقول هاد الوثائق هادو هاد الرسائل ديالي بيني وبين مراد الغول هادشي فرنسا المخابرات الفرنساويه هي اللي دخلت ليا في التليفون. لا ماشي دخلت لك في التليفون المواصلات الفرنسيه دخلت في ديك لي سيت ديال لاتجيد ودات لهم داكشي كلشي هو كياخذ داكشي اللي قلت انا وهي صحيح ديك كريس كوليمان هذاك ماشي شي هاكر ولا شي حاجه هادي دوله هادي مخابرات جاو باش يعاقبوا لاتجيد علاش لو 360 خرج السميه ديال واحد حت السيده في السفاره واحد الدبلوماسيه فرنسيه في السفاره ديال فرنسا في الرباط وعطى السميه ديالها وهذا المخابرات كيعتبروا هذا خطا كبير. هما نزلوا على لاتجيد فتحوا لاتجيد جابوا هاد السيد سموه كريس كوليمان وطلقوه على لاتجيد. دونك عادل بلقايد كيعترف بان الوثائق ديال كريس كوليمان حقيقيه ماشي مزوره. دونك هادي عادل بلقايد كيتكلم مع زكريا ممني
يقدر يقول لك لا زكريا مؤمن صاع ولا شفار ولا سراق، ولكن لي زوديو هما كاينين هنايا. وعاد بلقى يدعى زكريا مؤمن جوج المرات وخسر جوج المرات فرنسا ماشي في المغرب، وكان دعاه هو في المغرب كان غادي يربح سي ما كاين مشكل. حق فرنسا اللي هي بلاد الحق والقانون الصح، عادل بلقايد خسر في جوج المحاكمات اللي عملها لزكريا المؤمن. دونك عاد عادل بلقايد كاينه لي زوديو كنصنتولو كيهضر مع زكريا المؤمن كيقول له خصك طلب شوف سي زكريا المؤمن طلب طلب الملايين الملك، هادشي اللي عملوا معاك ماشي مزيان وتعدوا عليك ودابا طلب وطوي الملف. جوج المليون، ثلاثة المليون، أربعة المليون، خمسة المليون الأورو غاتلو قلت الملك أنا الملك عاوني حتى أنا أطلب غادي يعاونك باش تعمل واحد الصال ديال لي سبور. Non, non, mais moi je vais t'expliquer juste un truc. Non, ouais, laisse-moi t'expliquer par rapport. Il s'aide pour développer ton club comme il a fait pour le mien il y a très très longtemps, en 2004. Il a contribué pour que je fasse un club. Quand j'ai arrêté les... quand j'ai fait mes JO et les dernières Olympiades, j'ai demandé, il m'a aidé pour construire mon club. J'avais une partie de crédit, j'avais une partie perso et il m'a donné un chèque. Donc moi je t'ai dit, demande quelque chose. Tu peux faire un club à 2 millions d'euros ou à jeu, parce que déjà moi, j'ai fait des consultations pour avoir un club. Et je sais qu'est-ce que ça coûte un club en France, je sais qu'est-ce que ça coûte un club au Maroc. Mais moi, Adil, le problème dans tout ça, c'est moi, j'ai demandé la justice d'abord. Tu vois ? لا ما عمري شفت انا شي واحد شي نصاب، ما عمري في حياتي شفت انا شي نصاب كيعيط له واحد السيد كيقول له شوف غادي يعطيوك طلب 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 الملك غادي يعطيك واحد جوج المليون، ثلاثة المليون، أربعة المليون، خمسة المليون الأورو. ما عمري شفت انا في حياتي واحد نصاب هكا، وما عمري في حياتي شفت واحد نصاب كيعيط له وزير الداخلية المغرب محمد العنصر كيقول له اجي خصك تجي عندنا نتكلموا معايا وهذا وغادي ونحلوا هذا المشكل. ما عمرنا في حياتي شفت واحد النصاب كيعيط له الشاف ديال الاستعلامات العامه لي ارجي سي حميد السنوري. هاد السيد هذا نصاب، هاد السيد هذا كيعمل ابتزاز. عادل بلقايد وزير الداخليه الشاف ديال الارجي كيعيط لواحد النصاب كيف وصحوا صحوا المغاربه. ودابا انا كيبان لي نصاب هاد المغرب غادي يعجبهم الحال، غادي يقول لك دابا حنا غادي نمشيو نصبوا على عباد الله باش يعيط لينا الوزير الداخليه ولا المدير ديال الاستعلامات العامه. وكين كثار جواد بالحاج، جواد بالحاج اللي كان المدير ديال الشريفات الملكية والأوسمة، جواد بالحاج كيتكلم مع زكريا المؤمن كيقول له جلالة الملك قال لي ها اللي خصنا معاك خصنا نلقاو شي حل نتكلموا. هادشي كذوب، هادشي أنا اللي كنقول لكم هادشي كذوب. هو تصنتو ها هو السي محمد العنصر وزير الداخلية هو حميد الشنوي مدير العام ديال الاستعلامات العامة.
جواد بن الحاج، جواد بن الحاج مدير التشريفات الملكية والأوسمة. أنتم على اتصال بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نرجو منكم الانتظار لحظة. ألو ألو وي بونجور. وي بونجور مسيو الحاج، سا فا وزالي بيان؟ سا فا الله يبارك فيك. ميرسي ميرسي. جي روسو تا لتر لا ايتي انفويي. سي بون ايل ايتي انفويي ا سا ماجيستي. وي وي. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, monsieur Blahaj. Merci beaucoup. Vraiment, bah, je tenais à vous remercier parce que vraiment, vous êtes la seule personne que je trouve sérieux et sincère. Vraiment, et je tiens à vous le dire. Bah, je vous remercie, monsieur Blahaj. Merci beaucoup. Moi, je fais par fidélité mon boulot à sa majesté. اسمح لي انا ما عمري شفتني في حياتي كامله واحد نصاب حسيت كامل ابتزاز. كيعيط له وزير الداخلية الباترون ديال الإر جي وحسين مقرم من الملك مدير التشريفات الملكية والأوسمة، ولا هاد السيد هذا نصاب ولا أشنو وقع في هاد البلاد؟ وليتو ما سمعتو محمد العنصاري وشنوي شنو كيقولوا زكريا مومني في ديك لي زوديو اللي سمعت لكم دابا، كيقولوا خصك تجي المغرب، خصك تدخل المغرب. أجي السيد زكريا محمد العصار وديك الشنوي دخل 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 المغرب، كيقولوا والو كيعاودوا والو، أجي تحل المشكل ديالك. كتعيطوا نتوما لواحد النصاب باش يدخل المغرب، وفين داو هذا النصاب هذا ملي دخل المغرب؟ هذا زكريا مومني قبل ما يدخل المغرب مشى شاف السلطات الفرنسية، قال لهم أنا غندخل دابا المغرب مع الزوج نتاعي غادي نمشي نشوف التفاهم مع هاد الناس. انا كنعاود لكم في ديك الوقت زكريا مومني ما كانش مناضل، كان السيد عذبوه تكلفصوا عليه باغي يعطي واحد التعويضه 18 شهر ديال الحبس، 4 ايام ديال التعذيب ديال التجليد، هما كيجلدوا السيد، هما كيصلحوا عباد الله في تماره. هذا اللي كتقولوا نتوما نصب عرضته الدوله المغربيه، وزير الداخليه، مدير العام ديال الاستعلامات العامة سي حامد الشنوي، دخلوا على المغرب خلصوا له البيي ديال الطيارة، وفين داوه؟ داوه لوطيل حسن في الرباط، ودير من هاد لوطيل حسن ديال محمد السادس. ولكن هادشي ما علاش عرضوه؟ علاش داوه لوطيل؟ باسكو هاد السيد ملي بدات القضية، هاد زكريا مومني ملي بدات القضية ما كيقولش لا ما تعوضوا ليش ديك الشيء اللي تكلفتوا عليا، لا لا كيقول لهم لا لا خلينا خصكم تعوضوا لي هذا الشيء اللي عملتوا لي. ولكن الناس اللي عذبوني خصهم يتحاكموا، هما كيقولوا لا جي جي، لا كيقول لهم هذا الشيء، هذا الشيء كاين في لي زوديو، لا كيقول لهم لا عوضوا لي ماديا، عوضوا لي ماديا هذا الشيء اللي عملتوا لي بالحق،
هذيك الناس اللي عذبوني انا. هاد الناس هادو اللي كنتهمهم بجوج بهم خصهم يتحاكموا. وشكون هما هاد الناس؟ او كان شي موظف صغير ولا كان شي واحد صغير؟ لا لا كانوا حكموهم. ولكن انت كتقول لنا السي زكريا ملي كتقول لنا حنا غنحكموا الكاتب الخاص ديال جلاله الملك محمد مولي المالين. انت السي زكريا ملي كتقول لنا خصنا نحاكموا حنا المدير العام ديال دي اس تي ديال المخابرات عبد اللطيف الحموسي؟ شو حنا نعطيوك هاد البركه؟ واش من بركه بين جوج وخمسه د المليون ديال الاورو؟ ولكن صافي سكوت صافي اطول الملف. وهادشي اللي كنشوفو حنا ديك الشيء اللي كيقولو حامد شنوي في ديك لي زوديو في ديك التسجيلات اللي كيبانو. هادو جابو السيد باش يفيلميوه باش يصوروه باش يسجلوه. Profitez de l'occasion et venez. Ouais. Et voilà, on laisse tout ce qui s'est passé à part. Ouais. Et vous faites le déplacement. Et on est là pour ça parce que il faut pas douter, il faut pas trop douter les gars. زكريا ملي كيقول لهم لا ما كاينش لا الفلوس. كاين كيقول لا الفلوس ولكن انا خصني العداله. انا خصني سيدي العداله. خصني هاد الناس هادو خصهم يتحكموا. مجيدي هو مول الفلوس ديال الملك هو اللي كيشمشم تما. انت الشاف ديال المخابرات اللي كيشمشم على المغاربه كاملين الحموشي. لا سي با بوسيبل. كلاش يكون على هادشي اللي جابو هما الاوتيل هو السجن تاعو الضيافة المغربية. الضيافة المغربية كتصور السيد مع الزوج نتاعو باش يغير ديك الفيديو. لأن حنا غنوصلو لديك الفيديو الآخر. نتوما كتعرضو واحد السيد ضيافة المغاربة معروف عالميا قالك بالضيافة وكتصوروه مع الزوج نتاعو. وهادوك دابا اللي كيطبلو دابا على ديك الفيديو غدا بعدو غادي يصوروكم حتى نتوما. غادي يصورك مع الزوجة نتاعك ولا مع بنتك ولا مع ولدك ولا مع شي واحد آخر وغادي يخرجوها في شي موقع صفر. هذيك الساعات غتعرف شنو هي الضيافه البوليسيه. وطبنا اللي وصل زكريا من الاوتيل بعثوا له حميد شنوي كيجي كيشوف واحد النصاب. اين السي حميد؟ كيفاش انت كنتي كتشوف واحد النصاب؟ وهي نتوما اعترفتوا بان هاد السيد هذا اللي عذبتو 4 ايام وانتم كتعذبوا فيه ودخلتوه 18 شهر ديال الحبس هي نتوما تعديتو عليه هي نتوما تكرفتو عليه. هادشي باش كيجينا الشاف ديال الار جي باش يتناقش مع زكريا مومني هي نتوما اعترفتو بان نتوما خطيتو مع هاد السيد هذا. دابا غادي نمشيو لديك الفيديو ديك الفيديو الشهير اللي كنشوفو زكريا مومني ياك كيشد الفلوس ديك 10000 ديال الاورو. ياك اولا علاش كتسجلوا نتوما هاد السيد هذا؟ علاش كتسجلوا هاد السيد هذا؟ هي نتوما كتوجدوا له شي حاجه ولا نتوما كنتو حسن نيه مشيتو باش تفهموا معاه باش طويو هاد الملف؟ ياك ما كانش خصكم تسجلوه. علاش نتوما كتسجلوا زكريا مومني؟ علاش نتوما فيلميتوه؟ بس كنتو ما عارفين زكريا مومني كيقول لكم انا ما كنقولش الا الفلوس حق انا خصني العداله. انا قلت لكم انا الدوسي هذا تبعته من الاول وانا كنعيط لزكريا مومني وسولني قال لي شوف انا غادي نمشي للمغرب. هو عيط المسؤولين الفرنسيين قال لهم انا غادي نمشي للمغرب وكان انا عيط لزكريا مومني قال لي انا غادي نمشي للمغرب وقال له ما تمشيش هما كيوجدوا لك شي حاجه. شنو هي ما نعرف ها هما كيوجدوا لك شي حاجه. وانت كتكلم مع الشاف ديال الار جي السي زكريا مومني انت اللي خصك تعمل. بغيتي تناقش مع شي واحد بغيتي تعمل شي نيغوسياسيون مع شي واحد خصك تمشي لواحد الاوتيل قدام الناس فرنسا ماشي في المغرب. هاد الناس هادو وجدوا البيت اللي عرضوا فيه زكريا مومني والزوج نتاعو باش يفيلميوه. دونك هما النيه ديالهم خايبه كيوجدوا شي حاجه لهاد السيد هذا. ديك الفيديو ديال زكريا مومني كيشد الفلوس احنا نتكلموا كصحفيين مهنيين. نتكلم انا كصحفي اللي كنعرف انا الصحافه المغربيه شكون اللي خرجته
شكون اللي خرجوا؟ العمق. واش العمق كيعمل تحقيق صحفي؟ واش الموقع العمق كيعمل تحقيق صحفي؟ واش الموقع العمق غادي يقدر يعمل ديك الفيديو اللي عمل على زكريا ممني؟ واش انا ما كنعرفش العمق؟ واش انا ما كنقراش العمق؟ العمق غادي يجي يعمل ديك واحد لا سيري مصوبه مقده في ديك المحفر ديال الدي اس تي وغيدوزها وغيقول لنا هذا تحقيق صحفي. على ما كتفلاو نتوما؟ انا كان كيعجبني نعاود هذه الكلمه هذه. على ما كتضحكوا نتوما؟ على ما كتضحكوا؟ انا بعد عرفت العمق ما فيه لا عمق لا ما فيه لا والو. النهار اللي كتب واحد المقال على محمد حاجب، انا خدمت الدوسي ديال محمد حاجب شهر وانا خدام فيه شهر، وانا عندي واحد الوثائق اللي حتى حاجب يده ما عندوش عليه. هو انا قلت لكم انا ما كنثقش بديك الموضوع ديالي، السيد اللي كنهضر معاه ما كنثقش به، كنمشي نقلب على وثائق اخرين باش ما يجيش يبغي يدخ عليا شي واحد. لا لا انا قلت لكم هما المواضيع ديما كيبغيو يدخ، ديما ما كيبغيوش يعطيو كلشي، ما كيعطيوكش كلشي، خصك انت تقلب، انت كصحفي مهني خصك تقلب، خصك تمشي تشوف. وانا قلت لكم ديك النهار خصك ديما، هذه واحد الخدمه كتشد ليا بزاف الوقت. انا ملي قريت العمق كيكتب على محمد عجيب ما عرف والو، الدوسي محمد عجيب كيكتب اللي كيقولوا خير اصلا ما عرفت صافي. وملي جا ديك الشيء ديال الفيديوهات ديال زكريا مومي صافي الله يجعل شي بركه صافي ما نضيعوش وقتنا. ما كاينش صحافه مستقله في المغرب، ما كاينش صحافه اللي غتجي غتعمل لك واحد التحقيق صحفي اللي كنعرفوا هما في واحد الملف حساس، ما كاينش لي سان اكزيست با في المغرب. دونك العمق جاتو كتخرج لينا هاد الفيديوهات، ولكن انا كصحفي مهني نهار اللي كنشوف واحد الفيديو مقطع، انا مقطع هنا ومقطع هنا ومصوب هنا ومقطع هنا، يبقى ما كما كتبغيش تبينوا لي كلشي. بعد النيه، النيه الخايبه، الضيافه المغربيه، والله الا زعما تقلقت بزاف على ديك الشيء، سورتو على ديك السيده مسكينه ديك الفرنسيه اللي جات تاقت بكم وانتم كتصوروها في البيت ديال الاوتيل، حشومه عليكم والله الا حشومه. التقاليد المغربيه، الضيافه المغربيه، حشومه حشومه حشومه. داكشي اللي عملتو زعما ما عنده سميه. 14 اكتوبر 2014 مع الخمسه وتولوت، يعني وبالرقم ديال التليفون هو هذا، رقم عبر الواتساب مصيفطينو رقم مغربي. وهنا تيقول لي يعني انت كتغوت وكتقول انك تعرضتي للتعذيب، ولكن من بعد ما اتضح لينا انك مريض، يعني كتسوفر، يعني تيسوفر يعني مريض، وخاص كيما كتيمواني يعني كيما كتشهد عليك هاد لا سيكونس فيديو الاولى في 57 وحده اخرى موجوده عندنا. دونك هنايا راك شفتو كيفاش انا متكي، دايرني زعما متكي، وتما لابس البينوار والنص التحتاني عريان وشاد القضيب ديالي. دونك وعقلوا شوفوا هاد الكاميرا هادي اللي فين مشدوده، وانا غنوريكم الفيديو ديال لا شومبر ديال هاد البلاصه كامله، والكاميرا كاينه في التلفازه، لان التلفازه جوست اون فاس والكاميرا كاينه في التلفازه، وانتم عقلوا على هاد لا شومبر وانا غنوريكم دابا التصويره. وهنايا هذا كما قلت لكم الميساج الثاني، نهار 25 ابريل نوفمبر باردون، نهار 25 نوفمبر 2014 هما تيصيفطوا ليا الثانيه على 57. وهذا في هذا النهار لانهم صيفطوا لي النهار اللي كنت يعني راسلت، كنت خرجت واحد التصريحات صحفيين وروبورتاجات وتما وقع هادشي هذا. دونك هذه هي لا شومبر، دونك هنايا الغرفه، هنا فين كاين السرير النوم راه هو كتشوفوه في المرايه، وهذا الجناح الاخر يعني فين كاين الصالون. دونك هنا كتشوفوا هذا هو الصالون، هنايا فين كنت كان يعني فين كنت كنيغوسي مع العنصر، وهنا فين كنت متكي، وهنا فين عطاوني التصويره، وها هو هنايا غادي تشوفوا يعني هذاك الكادر اللي الفوق، والتصويره جايه من التلفازه، الكاميرا كاينه في التلفازه، انا غادي نوضحها لكم. دونك هانتوما كتشوفوا ها هي هنايا، دونك لي اون فاس معايا التلفازه، دونك الكاميرا كاينه في التلفازه. دونك ها هي لا شومبر كامله، وها هو الفوتوي المعلوم. جبتوا بعدا السيد كتصورهم هو والمرا ديالو، وثانيا فهمتي كتعمل واحد الفيديو، انا كيبان لي بواحد الفيديو مطول، انا كيبان لي ديك الفيديو كنخدم 24 ساعه، وباغي كتقطعوه، قطعوه هنا وقطعوه هنا، وكيقول لي تحقيق صحفي. العمق كيجي كيقول لي تحقيق صحفي، هو قال لي ديك الفيديو لوريجينال على زكريا يمني. هاد القصه ديال 10000 اورو كتبها في الكتاب ديالو،
وهذا الكتاب ديالو خرج قبل. وانتم قريتوا الكتاب ديال زكريا مومني ولا لا؟ انا قريته الكتاب ديال زكريا مومني، انا مشيت وشريته وقريته. انا قلت لكم نهار اللي كتخرج شي حاجه جديده على واحد الموضوع ديالي كنمشي كنجيبو كنحطو في واحد الملف. وهذه القضيه ديال زكريا مومني على 10000 الاورو، قال لك هو شد ديك الفلوس 10000 الاورو ياك، هو شد ديك الفلوس 10000 الاورو وقال لك في الصباح خلاها تما وعلق بحالو. هادشي مكتوب في الكتاب ديالو قبل ما يخرج هادشي هذا. ايوا نتوما كتقولوا لا هادشي ما كاينش، وعطونا الفيديو ديال الصباح ملي خلى هو ديك الفلوس، بعطيوني الفيديو. انا كنعرفكم كتبقاو تبعثوا لي شي دواصه على هذا وعلى هذا وعلى هذا باش كتبغوا تاثروا عليا. بعثوا لي الفيديو قطعوه ديال زكريا مومني خرج ما خلاش الفلوس في في في, في الطبله ديال الاوتيل. عطوه لي، عطيوه لي انا والله حتى نخرجوا. انا هنا ندوزوا هنايا، ندوزوا في هاد لاشين ديالي. وحاجه اخرى، زكريا مومني شد الفلوس 10000 اورو. الاخوان في ديك الوقت اللي كان زكريا مومني المغرب ما كان لا مناضل لا والو. انا قلت لكم السيد باغي تعويضات، باغي سيدي يعوضو ديك 4 ايام ديال التعذيب و18 شهر ديال الحبس. لا لا شد 10000 اورو. انا كنمشي كنعمل واحد لو كونفيرونس في شي بلاصه ولا في شي بلاد اخرين كيخلصوني، كيقولوا لي لا لا شوف شوف انت ضيعتي يومين ثلاث ايام اربع ايام، كيعطوني واحد التعويضات. ما كيعطونيش 10000 اورو، كيعطوني 500 اورو 600 اورو، كيخلصوا لي الاوتيل، كيخلصوا لي السفر، وكيعطوني واحد التعويضه، وكيخلصوا لي كاع ديك لا كونفيرونس ويلا عطيتها. ولا كتكون شي مؤسسه مهمه كيعطيوك واحد المقدره عليك، كتكون واحد المؤسسه صغيره كتعطي واحد المقدره صغيره ما عندهم شي. الله يعاون، انا بزاف المرات كنمشي كنعمل واحد لا كونفيرونس ما كنطلبش الفلوس، بغاو يخلصوني مزيان بغاوش يخلصوني ما كاين مشكل. وانتم تقولوا لي واه علاش شحال كيعطيوك؟ كيعطوني 500 600 اورو. الحق اخوت انا ما عذبونيش، انا ما عذبونيش 4 ايام، انا ما دخلونيش 18 شهر الحبس. انا والله الا كنت فاجئ المغاربه اللي زعما قاريين وعندهم واحد المخ كيقول لك شو 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 زكريا مومني شد الفلوس. كيفاش شد الفلوس؟ هاد السيد هذا وساني وهو كيسني كيسني ساني الكاغيط ساني الكاغيط، هو شد 10000 الاورو. هو باش شتيه شتيه كيسني. لا لا حسب 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 الفلوس. لا بيان سور السيد جا باش يعوضوا له القضيه ديالو، بس صافي باغي يطوي الملف. شحال سيدي غتعطوني اللي عذبتوني؟ انا كنعرف الناس هنا وانتم كاملين عارفينها. واحد كيكون غادي في الزنقه كتكون واحد الحفره كيطيح كيدعي البلديه. وشنو كيدعي البلديه؟ باش يدخل البلديه الحبس؟ لا لا كيقول لا تعويضات، انا طحت انا غادي في الزنقه هذه مسؤوليه ديالك البلديه. كيخلصوا له. حنا كنعرفوا في الميريكان في الولايات المتحده كاين محاميين مختصين غير بهاد القضايا. السيد جاو ضربوا له واحد الضريبه صغيره في الصبع ديالو، كيقول لهم شوف انا دخلت لهاد السوبر مارشي وعطوني واحد الضريبه صغيره هنايا، عطوني يا سيدي 20000 الاورو 50000 الاورو. لا لا انا نسيت ودخلت للدار بدا كيحرق لي الصبع ديالي. وهذا كاين محامين مختصين في هاد الشيء في الولايات المتحده. فين المشكل؟ كنقول لكم زكريا مومني ما كانش مناضل، وفي ديك الوقت كان مع طالين ساركيسيون اللي كانت الزوجه نتاعو، وحنا كنعرفوا طالين ساركيسيون ما بقات الزوجه نتاعو دابا. واش نتوما كتظنوا لا ديك الفلوس اللي شد زكريا مومني، الفلوس اللي شد زكريا شدهم دابا؟ زكريا مومني شد في ديك الوقت اللي كان هو ما النيه ديالو حاجه، انا صحاب له غادي تفهموا معاه. وهذا واحد التسبيق، هاد 10000 اورو واحد التسبيق ديال ديك جوج المليون وثلاثة المليون او لا خمسة المليون. جوج المليون وثلاثة المليون، السيد عنده الحق يطلب اللي يبغى الاخوان، اللي يبغى اللي يبغى. السيد من حقه يطلب اللي يبغى. والسيد عذبوه 4 ايام، هما كيعذبوه 4 ايام، هما كيتكرصوا عليه. السيد دخلوه للحبس، انا قلت لكم تعدوا على السيد 18 شهر ديال الحبس. انا بيان اونتوندي انا غادي يطلب لي زكريا مومني 2 مليون 3 مليون ولا 4 مليون 5 مليون، انا نناقش معاه. هادشي اللي كتخصها تكون الخدمه ديال السي محمد العنصر وزير الداخليه، هادشي اللي كتخصها تكون الخدمه ديال حميد الشنوري المدير العام ديال الاستعلامات العامه. السي زكريا انت كتطلب بزاف، بو حنا كنعطيوك 2 مليون انت بغيتي 3، هذاك النقاش. ولكن في ديك الوقت زكريا مومني ما كانش مناضل،
أسيدي من حقه من حقه يطلب حتى 100 مليون ديال الدولار ولا 100 مليون ديال الأورو. شنو فيها؟ زكا يومني ولا مناضل ملي شاف هاد الناس هادو النية ديالهم خايبة ونوصلوا منتكرفصوا عليه وعدبوه 4 أيام سينو باغين يزيدوا يتكرفصوا عليه سينو هادو باغين يقولبوه. شنو هي النية ديال السي حميد الشنوي باش كيمشي فيلمي واحد السيد جا باش يتناقش معاك باش يقول لك شوف انا بغيتو نطويو هذا الملف وخصنا نتكلموا على الفلوس بغيتو نطويو هذا الملف خصنا نتكلموا على العداله. ما كانش كيقول العداله انا عندي وثيقه ديال السفاره ديال المغرب رساله كتب زكريا من السفاره ديال المغرب كيقول لهم انا باغي العداله. ها هي والله الا كنتفاجئ ملي كنشوف المغاربه كيجيو ديال واحد المواقع عندهم علاقه فهمتي مع المخابرات المغربيه وكيعطيهم واحد الديسكور كيعطيهم واحد ليماج ديال واحد وكيثيقوا. هادشي اللي قلت لكم انا في الاول قلت لكم ولا نتوما كتثيقوا بديك الدار وبالعمق وبهيسبريس وب 360 وببرلمان اطفي اخويا اطفي اطفي الله يعاونك ماشي اخويا لا ماب ولديك الصحف المغربيه ولا كتثق بها سيت كفص عليه. انا شخصيا انا ما نطلب حتى شي تعويض هذا ما نطلبش اخويا انا ما شوف انا التعويض ديالي هو سيدي بقى صحافي نخدم في بلادي ما يجيش شي واحد يفهم عليا ما يجيش هذاك ديال ديستي ولا ديال لا تجد خصكم تعرفوا واحد القضيه مهمه ما عاودتلكمش هذه كل جريده كل موقع في المغرب عندهم مثل اللي كنقولوا حنا ان ريفيرون ديال لا دي اس تي كيكون واحد السيد ديال دي اس تي كيتكلف بجريده اولا جوج او ثلاثه اولا اربعه كيكون الكونتاكت ديالو ديك نيشان اما مع المسؤولين اما مع شي صحفيين في ديك الموقع ولا في ديك الجريده سورتو 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 مع المسؤولين كلشي كيكون ان ريفيرون ديالهم كيتكلف بهم هو كيقول لهم اش هي هذه السياده اللي كتبتو هذيك من جبتو هذا الخبر اشنو عملتو كلشي في المغرب. انا ملي كنت في المغرب وفي لو جورنال ملي كنت خدام في لو جورنال صحيفه دومان ما كان عندنا لا ريفيرون لا سيدي زكريا منو يجي يعيط لي شي واحد ولا يسولني شي واحد ولا يقول لي شي واحد شي حاجه ولكن لي ريفيرون اكزيست كاينين واحد الموقع كيقول لك هو كيعمل تحقيقات صحفيه انا عندي السميه ديال الريفيرون ديالو عندي السميه ديالو قال لك واحد الموقع كيعمل تحقيقات صحفيه عندي السميه ديالو وشنو واحد النهار المدير ديال هذا الموقع شنو قال لواحد الصحفي شنو عمل وشنو تلقى وشنو عمل وشنو زمرو امشي كتب 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 باش نجاوبك انا باش نقول لك شنو السميه ديال هذا السيد هذا واش السميه صحيحه ولا ماشي صحيحه حاجه اخرى واحد الحاج حاجه ما كيسميو بعضيتهم حاج حق انا عندي السميه ديالو انا انا كنطلب من هاد الناس هما عارفين هذيك الايميل ديالي سردوا لي الفيديو كامل ماشي مقطع ما تجيبوش مقطع وحنا كنعرفوا كيفاش كتعملوا باش كتقطعوا واحد المثال هو المثال ديال محمد حاجيب كيجيو كيقطعوا الفيديوهات ديالو كيقول هو شي حاجه كيقطعوا وهذه انا خدمت فيها انا هذا الدوسي ديال محمد حاجيب شوفوا المقال ديالي دوزتو في ميدل ايست اي انا خدمت في هذا الدوسي ديال محمد حاجيب كيفاش كيجيو هاد الناس وكيقطعوا واحد الفيديو باش يبينوا لمحمد حاجيب هو ارهابي خدمت في هذا الدوسي هذا وانا شفت الشكايات ديال لا ديستي ديال اللي كيسموها دابا ديريكسيون جينيرال دو لا سيغيتي دو تيريتوار زادوا لها ديك جينيرال ديك العامه باش ينسيو المغاربه كو لا دي جي اس تي هي ديستي هو البوليس السياسي هي مشات حطت واحد الشكايه ضد محمد حاجيب في النيابه ديال المدينه اللي ساكن هو فيها في المانيا دويسبورغ نورمالمون هي خصها ديستي خصها دوز من الوزاره الخارجيه ولا بغات تعمل شي شكايه ولا الدوله المغربيه تعمل شكايه ضد محمد حاجيب لا 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 ديستي مشات نيشان هي نقصت كل شيء ومشات شكات بحاجيب نيشان في النيابه ديال دويسبورغ
والالمان ماشي بحال النيابه ديالنا اللي كتقول له اللي كتجي اللي كتحطوا له صافي كيثق بك. الالمان كيقولوا مرحبا هذا الملف جيب لي هذا الملف شنو كتقولوا نتوما هذا الفيديو حنا هذا الملف فاحنا كيشوفوا كيحلوا هذا الملف كيشوفوه وانا اللي اكتشفت هنا واحد زعما شي النيابه كتقول لهم هذا الفيديو هذا مزور هذا الفيديو هذا ما مزيان. هذا الفيديو الاول انا تكلمت على زكريا مؤمني، الفيديو ديال غدا غنتكلم على حميد الشنوري. حميد الشنوري مدير العام ديال استعلامات العامه، لان عندي معه واحد القصه خاصه. وفي الفيديو الاخير غنتكلم على دنيا الفيلالي باش كتشي طويل، وغنجيب لكم واحد الوقائع تاريخيه باش على دنيا الفيلالي. دابا شي اتهامات كيعملوا دنيا الفيلالي وكيتهموني حتى انا مسكين تتنا تهموني. دنيا الفيلالي معادلة السامية وجا المغرب تكتب عليها حتى هو عاود معادلة السامية. انا غنوري لكم شكون هو معادلة السامية الصح، انا غنبين لكم المغرب ومعادلة السامية. غدا ان شاء الله غنتكلم على السي حميد الشنوري، وبعد غدا غنتكلم على دنيا الفيلالي. شكرا، إلى اللقاء.